بصدور عارية وأياد خالية الوفاض إلا من هتافات بحب العراق، يستقبل المتظاهرون العزل رصاص القوات الحكومية والميليشيات في انتفاضة طافت مختلف المحافظات وغص بها وسط بغداد من ساحة التحرير حتى شارع الرشيد. يعيد التاريخ نفسه، فالشارع شهد عدة وثبات للعراقيين، كان آخرها انتفاضة تشرين التي يصمد شبابها كثبات أعمدة الشارع رغم القمع الحكومي والرد الدموي الصادم. بكر وفر يمضي المتظاهرون يومهم في شارع الرشيد مع توحش رد الحكومة بقنابل الغاز الموجهة للرؤوس والرصاص الحي الذي تنكر الأجهزة الحكومية استخدامه، لكن جماجم الشهداء وصدورهم شاهدة عليه بعد أن سقط عشرات الشهداء خلال اليومين الماضيين في المكان ذاته. هذا الرصاص الحي ماكم يقولون احنا ما نضرب رصاص حي، هذا رصاص الحي هواي والله هواي، يعني ايش قد ما اقول لك هواي شهداء وجرحى هواي. خوف البارحه ابو الستوت ابو التكتك قام ملحق على الشهداء هاي البارحه كله من هذا الرصاص الحي، منها من يوم وزاره الدفاع عند الميدان، منها وزاره الدفاع الشغب مال وزاره الدفاع قاموا يرون عنه كله رصاص حي. تطارد القوات الحكومية والميليشيات المتظاهرين في الأزقة والشوارع وتنصب الكمائن في الأفرع الضيقة وكأنها في ساحة حرب لا بمواجهة شباب عزل لم ينادوا سوى بوطنهم. اليوم ضربون شكد وقعوا منكم ضحايا هواي ضربون هواي كل شيء هواي وقعوا من عدهم وبالأفرع علاسة عدهم جماعات بالأفرع حاصل وبالأفرع عشب بالأفرع. وعلى النساق ذاته تستمر التظاهرات في شارع الرشيد ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات رغم استعار آلة القمع الحكومية وصمت المجتمع الدولي، لكنما التاريخ يعاد بعزم المنتفضين المتوشحين باسم العراق والعراق فقط كما في السابق، شهد الزمان والمكان على انتصاره.